الجيت هذوما سيرتو خاطر انا ديما حتى في المير نتاعي ديجا نهبط كاين فما شكون يحب يعاون فما شكون يحب معناها يخلص الكريم تاع حد ولا يعاون بلي نجم معناها نجم يعاون تري بيان دونك مهم برشا وين كل مره كنحاول نحكي على فاعلين خير طاش نحكيو على جمعيه فاعل خير كارتاج الياسمينة موائد افطار رمضان هذه اللي قاعدين يقوموا به المشرف على المجموعه حسام الدين بن عامر معنا عبر الهاتف. الو 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 عسلامه مرحبا بيك عسلامه عسلامه اهلا وسهلا سي حسام كان تلخصنا شنو البادرة هذه بالضبط شنو مطلوب من المواطنين كيفاش ينجموا يعاونوكم في موائد الإفطار هذه وشنو قاعدة الأعمال اللي تقوم بها جمعية فعل خير بكارتاج الياسمينة في شهر رمضان العظيم. أول حاجة نرحب جميع مستمعين راديو ميديا يعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة هذه بارك الله فيكم ان شاء الله رمضان سعيد مبارك على الجميع وعلى بلادنا الكل بصفه عامه به. بالنسبه لمجموعه فعل خير هي مجموعه تنشط تقريبا منذ 4 سنوات تربطت بها برشا كلمه مائده الرحمن رغم اللي هي زاد كما نقولوا مجموعه تنشط على دير العام من حالات مرضيه من حالات اجتماعيه من ترميم مساكن من الكراتب نتاع العوده المدرسيه لعلوش العيد لحوايج العيد في العيد الصغير لكن الحقيقه الناس على محبتها لمائده الرحمن ربطت برشا اللفظ هذايا بمجموعة فعل خير. مائدة الرحمن هذه بدأت بفكرة بسيطة جدا بدأت برويتة صغيرة في النهج نتاع الحومة اليوم أصبحت معناها مرأة عديد وسائل الإعلام وبرشا ناس ولاو يجيوا للمائدة الرحمن اللي كنا نحكيو على أشرفنا تقريبا على 1000 بلا يوميا الحقيقة ولات نقطة مضيئة ياسر في الهنا في منطقة كارتاج الياسمينة فرحة عارمة كبيرة اون بليس معنا الحاجة الباهية اللي عندنا كما نقولوا اسباس انتيريور خاص بالناس اللي تزور المائدة وتتمتع بالخدمات نتاع مائدة الرحمن يعني حتى كي يجيو ما عادش فما الانسان باش يحشم ولا حاجة فما اسباس انتيريور لداخل يبداو بعاد على مرأة الناس وكذا لي بلا فيهم فاريتي كبيرة نحكيو على سلايت نحكيو على بلاويت كما نقولوا باللحم نحكيو على ديسير وسحور بشكل يومي الخبز ودبوسة الماء نحكيو على التيراميسو الكريب الواحد بصراحه معناها فما فاريتي نحن الهدف نتاعنا الرئيسي كان انه الناس هذوما اللي باش يجيو معناها ضيوف الرحمن انهم ياكلوا خير منا في ديارنا وبالفعل الناس هذوما ولاو ياكلوا خير منا في ديارنا وهذه حاجه تسرنا وتفرحنا برشا وهي اللي عطيتنا اسباب القوه باش نكملوا ان شاء الله حتى 30 يوم هذوما في رمضان ان شاء الله. تري بيان شيء يفرح كي نشوفوا بوادر من نوع هذا وكيفاش نجموا نعاونوا الناس المستحقين في شهر رمضان حتى في باقي الايام مهمه جدا يعطيك الصحه قبل ما نختم معاك خلي كلمه ختام والناس اللي تحب تعاون الجمعيه كيفاش؟ بالنسبه للناس اللي تحب تشارك معنا في مائده الرحمن في كارتاج الياسمينه تتبع مجموعه في عخير نحب نقول لكم الرقم الرسمي الوحيد اللي يتبع مائده الرحمن هو 21-4-5-4-180 نعاود نكرر 21-4-5-4-180 وهو رقم المشرف الاول على مائده الرحمن زميلي فوزي نحب نشكر كل الناس بصراحه الاسماء كثيره وكثيره وكثيره لكن كل الناس اللي ساهمت في اقامه المائده هذه وفي فتح المقر هذه معنا خذينا تقريبا ترخيص استثنائي على رسم السيد معتمد منطقه كارتاج ربي يبارك للجميع نحب نقول لكم راهي يدينا محلوله للجميع كل سواء الانسان اللي باش يعطي ولا اللي باش ياخذ والا حتى الانسان معناه اللي باش يدعي دعوه خير ولا يجي بحدنا ولا يزورنا ولا يحبك الريحه نتاع شهر رمضان وكل الاجواء الايمانيه الرمضانيه اللي نحسوا بها في بلادنا كل ما يقرب وقت المغرب كل معناه يجيو بحدنا يعيشوا معنا رب الحق عنا اجواء تفرح برشا واجواء ونشوه كبيره وبصراحه بصراحه معناها اجواء تفوق الخيال ماذا بينا الناس تجي وتزور حتى على عين المكان مره اخرى نتشكر لك اللي كنتي خاصه حسين بربي كنت نجم تسمينا المجموعه اللي بشاركه معاها والجروب نتاعكم تاع الفيسبوك. بالنسبه للجروب نتاعنا يعطيك الصحه الجروب نتاعنا اسمه مجموعه فعل خير هي جروب فيسبوك بطبيعه شريكنا الاول وشريكنا الاستراتيجي واللي احنا مع بعضنا من البارح مش من اليوم اللي هي جمعيه يونيفرسال اللي هي معناها ماخذه توسكي الجوانب القانونيه معناها وماخذه التراخيص اللازمه
ما عند الإدارات رسمية. دونك نعاود نقول جمعية يونيفرسال على رأسها مدام سونيا مراد وحنان حبوب اللي هما ماخذين اون شارج توسكي الجوانب القانونيه. مجموعه فعل خير هي المجموعه كما نقولوا نتاع ولاد الحومه نتاع الناس القراب من هنا من المنطقه نتاع الضاحيه الشماليه، نحكي على الكرم السلام وحق الواد مرسى سيدي بوسعيد، البلايص هذوما كل تقريبا اللي يتفاعلوا مباشره مع مائده الرحمن، كذلك مواطنين خارج حدود الوطن. الحقيقه المجموعه خذت صيت كبير وسمعه كبيره، خاصه اذا كان ما نعرفش حتى نقول لك كانت تفكر الكا نتاع الوليد يعقوب اللي خذت قضيه راي عام وطني كبير وتحطت حتى على مكاتب المسؤولين لهنا في وحتى على مكتب رئيس الجمهوريه. وكان يعقوب وقتها كنت تفكروا الايامات هذيك كان مش يخرج بطياره خاصه، لانه قبل ما يخرج وقتها قضي الامر وتوفى الله يرحمه. عديد الحالات اللي خذتهم مجموعه فعل خير اون شارج، واكيد برشا راكم تتفكروهم، لكن يمكن الناس تجهل المصدر منين وشكون اللي خذيه اون شارج للحركات هذيا. اليوم مجموعه فعل خير تقدم اوراق اعتمادها للناس انها تمد يدها لاهل الخير، واكثر من هكا نقول لكم مرحبا مرحبا بكم معنا، وماذا بكم تكونوا موجودين معنا، حتى معناها دعوه لكم انتم الاخت ميسه تنجم حتى في العالم تجي وتصور معنا، كل سافي بليزير ويعطيكم الصحه وربي يبارك ان شاء الله. ان شاء الله علاش لي والله علاش انا ديجا وعدتهم باش نمشي بحذيهم. ماشي ان شاء الله في اقرب فرصه نكون بحذيكم. مرحبا بالاخت ميسه، عايشك ربي يحفظك يا حسين ويبارك فيك. ومدام ميسه زيد ما نصوركش تلقى الخير هذا كله ما تجيش بالطبيعه او اول ما نهبط لتونس اول حاجه. هيسه هزني معك. وي هزني معايا اكيد، وريني اثنين. شكرا. ونستدعاكم باش تحطوا ابوني في جروب في الخير قبل ما تجيو بحذينا. اكيد 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 نتبعوا الاعمال الخيريه ككل. شكرا ليك، يعطيك الصحه حسين. صحة كان معنا عبر الهاتف، وكنا نحكيوا على جمعيه فعل خير بكارتاج الياسمينة اللي قاعده تقوم بمبادره طيبه جدا. نوكلوا ناس محتاجه معناتها بالحق، والله حاجه عظيمه. راهي والله نقول لك حاجه، هذوما من الحاجات يا ميسة اللي خليوني نخمم ألف مرة وقت اللي يجيني عبد ويقول لي علاش ما تسافرش، شبيك ما سافرتش، يا أخي ما تخممش باش تمشي تعيش لبرا، سامحني الخير هذايا لشكون نخليه هنا في تونس؟ ناس الخير هذوما اللي نعيشوا معاهم لشكون نخليهم؟ بلادنا بلاد خير، بلاد خمير، بلاد ياسر محليها، ناس الكل متعاونة، ناس الكل مع بعضها. أنا سامحني نمشي لبلاد الناس، زعما في بلاد الناس باش يعملوا معايا كي يعملوا معايا في بلادي؟ ما نتصورش. واضح. شكرا لك هيفا، خلينا نخرجوا مع الموسيقى وراجين كبير.